ما يتعلق بسعر الصرف، هناك أحاديث وتصريحات حول هذا الموضوع داخل الأوساط الإعلامية السياسية الاجتماعية. أريد أؤكد على مبدأين أساسيين. أولا، هذه الحكومة ملتزمة بتنفيذ القوانين، يعني ما تتجاوز القانون، والقانون قانون البنك المركزي الذي يخول هذه المؤسسة صياغة السياسة النقدية، فما يرتئيه البنك المركزي من قرارات من سياسات نحن ملتزمون به، وسوف نحافظ وندعم استقلالية البنك المركزي، وهو الجهة الوحيدة والمعنية بهذا الموضوع. القضية الأخرى أنه قرار تغيير سعر الصرف السابق لم تصاحبه إجراءات حماية للطبقات الفقيرة والمتوسطة ومحدودي الدخل، وهذا اللي فاقم من المشكلة وتداعياتها السلبية على المواطنين. كحكومة احنا ملتزمين بإجراءات وقرارات لحماية هذه الفئات، وسوف نعمل قريبا جدا إن شاء الله على إصدار هذه القرارات حتى نخفف من معاناة المواطنين. لأن هسه المواطن تاهت عليه بيد مجلس النواب تغيير سعر الصرف لو بيد البنك المركزي، شنو اللي دايفه؟ يعني مع احترامي لهذه الآراء، هذه الآراء والاجتهادات تتجاهل حقيقة واضحة، وهي أن نظام الحكم في هذا البلد نظام نيابي، السلطة في مجلس النواب، سلطة تشريعية، السلطة التشريعية كلها السلطة، القوانين البنك المركزي من اللي عينه، المجلس النواب، الحكومة من اللي عينه، قوانين يقولون مستقلة. ماكو شيء اسمه، هذا خطأ شائع أنه والله قانونه مستقل. شنو مستقل؟ يعني يتخذ قرار يؤدي لي إلى هذه المذبحة، مو المذبحة اللي قصتها البنك المركزي، لا، المذبحة اللي صارت على المواطن الفقير، واليوم بدنا نشوف الأسعار ونشوف مأساة المواطن وغلاء المعيشة والدواء و طيب هذا كله يصير وإحنا نقول والله مو صلاحيتنا، صلاحية البنك المركزي، شلون ممثلين الشعب هنا؟